في المدينة المنورة وقرب المرقد الشريف للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، هناك بقعة شريفة طاهرة هي مقبرة البقيع. هذه المقبرة تضم مراقد 4 من المعصومين عليهم السلام، وهم الإمام الحسن المجتبى، الإمام السجاد، الإمام الباقر، والإمام الصادق عليهم السلام. كما يرقد في البقعة المباركة عم الرسول وعمته والسيدة فاطمة بنت أسد والسيدة أم البنين والعديد من زوجات النبي، إضافة إلى الكثير من المؤمنين. وكان لقبور الأئمة عليهم السلام قباب وأضرحة، وكان الناس يتوافدون على هذه البقعة المقدسة للزيارة والتبرك. كانت الجريمة التي لا تنسى عند قيام الدولة الأولى، حيث قام الوهابيون بأول هدم للبقيع عام 1220 للهجرة، وذلك لطمس آثار وقبور أهل البيت عليهم السلام. وعندما سقطت الدولة بيد العثمانيين، أعاد المسلمون بناء القبور، فبنيت القباب والمساجد بفن إسلامي عريق. بعدما استولى الوهابيون مرة أخرى على المدينة، بدأوا يفكرون بوسيلة ودليل لهدم المراقد المقدسة في البقيع ومحو آثار أهل البيت عليهم السلام. وخوفاً من غضب المسلمين وتبريراً لعملهم الإجرامي، أعطوا عملهم صبغة دينية مقدمة من القاضي الوهابي سليمان بن بليهد بحرمة البناء على القبور. فسارعت قوى الشرق والضلالة إلى هدم قبور آل رسول الله في 8 من شوال عام 1344 للهجرة، فهدموا جميع القبور وسووها بالأرض. فأصبح البقيع الغرقد ذاك المزار المهيب قاعاً صفصافاً لا تكاد تعرف بوجود قبر فضلاً عن أن تعرف صاحبه. ولكن لم تنتهي القضية هنا، فقريباً جداً سيظهر المنتظر الموعود المهدي من آل محمد ويعيد بناء أضرحة البقيع وينتقم من الظالمين. بقاع في البقيع مقدسات، وأكناف بطيبة طيبات، شاهد تشهد البركات فيها وفيها.